السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دي آخر مسألة إن شاء الله هنشرح في الجزء دوت، ويمكن مسألة جديدة شوية. أنا عندي إيه المرة دي؟ عامل إيه بقى؟ A بلس، بص الكلام المكتوب بقى، A بلس B بلس A بلس تاني B بلس A ماينس. يعني المرة دي بقى التدريج بتاع الـ A السلندر A مش تبقى A نود وA واحد بس، لا هيبقى في A نود وفي A واحد وفي A اتنين، والسلندر بتاعت البيت تبقى B نود وB واحد عادي خالص، والفلطات كالعادة 4 على 2 فلط. وبستخدم بقى إيه؟ زي ما قلت لك الديفولت بتاعنا او الرجوع بتاعنا هو للدكتور. الدكتور بيعمل لو في السلندر، في حاله السلندر لو هتعمل اكتر من مشوار، هتعمل مشوار ثم مشوار ثاني، فبيستخدم 5 على 3، بيستخدم 5 على 3 بالف ورسيله زي ما انت شايف كده. طيب هبدا بقى اشتغل المساله. طيب لما تيجي تشتغل المساله انت هتاخد ايه؟ هتاخد هتسمي ايه بلس دي؟ هتقول لي ان هي تشتغل على اس 1، بي بلس ايه بلس دي هتشتغل على اس 2، بي بلس ايه ماينس هتشتغل على اس 3. يبقى انا عندي كده دي اس 1 اس 2 اس 3. طيب يبقى اس 1 هتعمل ايه على طول؟ بس ايه بلس، بس انا مش هعملها دلوقتي معلش، خليها لي بس دلوقتي. يعني المفروض يعني ده اس 1 اهو، اس 2 اس 3، المفروض ده هيخش على يعمل ايه؟ اهو اي حاجه عادي، من ادي ايه بلس وادي بي ايه ماينس، بس انا مش هدخله دلوقتي، هسيبه بس دلوقتي اقول لك ليه كمان شويه. طب تعالى نعمل بس اس 2 اللي بعديه. اس 2 بقى تعمل ايه المفروض؟ اول لما تشحن بس تعمل ايه؟ بي بلس بعد كده تنتظر وتعمل ايه بلس تاني. بص بقى المشكله ايه؟ ان انا هنا هعمل ايه بلس وهعمل ايه بلس، فانا دلوقتي مش هينفع اعمل من اتنين لاين اوصلهم بحاجه واحده بس. فايه الدايره اللي تقول لي؟ ايه الدايره اللي تقول لي؟ والله لو جات لك انبوت من هنا من اس 1 اشتغل، لو جالك انبوت من اس 2 اشتغل، هلاقي الدايره اللي تقول لي كده هي دايره اور، فانا احط هنا اور. اوصل اول حاجه اس 1 اللي انا كنت بقول لك استنى عليها شويه، اوصل بيها معناها ان هي جات لك سيجنال من اس 1 هتخش على طول تعمل لك اي بلس. طيب تعالى بقى في اس 2، في اس 2 ايه اللي هيتعمل الاول؟ بي بلس صح؟ ثم بعد ذلك ايه؟ اي بلس. يبقى انا هعمل هنا تشيك الاول، قول له والله اتاكد ان انت وصلت لحد الاول ايه؟ بي بلس. انا رحت لحد بي 1. لو فعلا يعني انت اهو اس 2 اهو، اس 2 اهو، احنا ما عملناش حاجه تحت لسه، انا المفروض كنت عملت الاول عشان ابقى اللوجيك ماشي صح، بس انا كنت عشان بس ايه عايز اوريك ايه الحته دي بالظبط. دلوقتي انا افترض ان انا شحنت اس 1، فاس 1 لما يتشحن هيخش هيلاقي دايره اور، الاور دي محتاجه سيجنال واحده بس، فاول لما تلاقي السيجنال جايه اروح عاملها في اي بلس خلاص مش اي مشاكل. طيب تعالى بقى تحت، اس 2 دي المفروض تعمل بي بلس واي واي بلس. طيب هتعمل الاثنين مع بعض؟ لا مش تحت بعض، امتى يتعملوا مع بعض؟ لو كان هما تحت بعض، لكن دي تتعمل اول بعد كده، يعني اول حاجه تعمل بي بلس، بعد كده تستنى لحد ما توصل لحد بي 1 وتديها سيجنال تعمل اي بلس. فانت اول لما تبقى وصلت لحد بي 1 هتخش هتلاقي دايره اور محتاجه سيجنال واحده بس، فانت بقى مديها السيجنال خلاص تعمل لك اي بلس تاني، فهتروح لك يبقى اول مره يعني توصل لحد هنا، ثاني مره توصل لحد هنا. جميل كده؟ بعد كده تعمل بي بلس اي ماينس، يبقى اس 3 ده هيبقى مسؤول عن بي بلس بي ماينس، اسف كده بي ماينس بي ماينس هيعملها على طول. بعد كده يعمل ايه ماينس؟ هيروح بس هنا شيك. خلاص بقى انت المفروض فهمت الحته دي. هتبقى انيشال اوبن طبعا، لان انا هسميها بي نوت، هيبقى الخط عامل كده. ماشي؟ اعتقد كده ايه الموضوع ايه سهل. تعال نعمل الحاجات اللي تحت بقى. ماشي كده؟ طيب اول حاجه عايز اشحن اي 1، اي 1 يتشحن اول لما اخر حاجه تخلص. اخر حاجه تخلص اللي هي ايه؟ اي ماينس، اي ماينس يعني وصلت لحد اي نوت، تبقى هي انيشال اوبن. عندي الايه؟ اي نوت صح كده؟ طيب بعدين طبعا احط الانبوت تحتيها، خلاص بقى لما قلت لك الموضوع ده ايه؟ بقى سهل يعني. وده يجي منين؟ من اخر حاجه كنت بشحنها كانت اس 3. خلاص كده؟ يبقى شاحن اس 3 انت المفروض اول مره والله جات لك انبوت هنا، عملت اي نود اي نود، جات لك اي 1 شحنت لك اس 1، اس 1 راح عمل لك بس ايه؟ ادالك سيجنال الاور، الاور عملت لك ايه بلس. طيب تعالى بقى ايه؟ اي 2، امتى اشحن اي 2؟ اول لما اي بلس تخلص.
يعني انت تحرك من اس لاس اول لما الاس دي تنتهي. فاس دي مسؤول عن ايه؟ بلس واحد بس. فهو والله اول لما ايه توصل لحد ايه واحد، واخر حاجه كانت مشحونه كانت اس واحد توصل بيها مش كده؟ يبقى انت عشان تتحرك من دي لدي عشان تعمل اس اتنين يعني اتاكد لك ان انت وصلت لاخر حاجه بتعملها في اس واحد اللي هو ايه واحد فعلا ايه اتنين شحنك اس اتنين. اس اتنين تعمل لك على طول بي باص اول مره، بعد كده تخش تستنى لحد ما دي توصل لحد بي واحد وتعمل لك الايه الايه باص الثانيه الزياده الثانيه. جميل. طب تعالى بقى الايه ثلاثه. امتى اعمل ايه ثلاثه اللي هو اس ثلاثه ده؟ يعني اول ما اتاكد ان ايه باص اتعملت، اول ما اتاكد ان انا وصلت لحد ايه اتنين بقى، يعني انا هنا كتبت ايه واحد الوقت دي بتتعمل وهتروح ايه واحد تروح لحد ايه اتنين، خلي بالك من الحته دي. يبقى انت تتاكد هنا انك وصلت لحد ايه بقى؟ اي 2. واخر لاين كان مشحون كان بتاع اس 2 بس كده. يبقى الدايره كده اعتقد ان هي سهله، فتعال بقى نعملها من الاول بالراحه. ماشي اهو. اول حاجه انبوت، انبوت هيديني اي نود. اي نود موجوده فعلا، وقف عند اي نود خلاص، روح اشحن اس 1. اس 1 هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك هيخش على الاور دي، الاور دي محتاجه سيجنال واحده بس، تعمل لك ايه بلس يوصلك اول مره اول مرحله ايه واحد خلاص كده. وصلت ايه واحد اهو شحن لك اس 2. اس 2 تعمل ايه بالظبط؟ بي بلس تروح لحد بي واحد، واول ما تتاكد ان هي وصلت لبي واحد تخش دي الاور تعمل لك ايه؟ من تمشي من ايه واحد لحد اي 2. اول ما توصل لاي 2 تشحنها اس 3. اس 3 تروح تعمل لك على طول بي ماينس ترجعها لك وتتشيك ان انت وصلت للبي نوت، يعني انت رجعت خلاص تعمل لك الايه؟ الاي ماينس. اعتقد بقى يعني الموضوع سهل ان شاء الله، ولو اي حد برضه محتاج اي حاجه ثانيه يبقى يقول ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.